فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب هنا ما زلنا مع صحيح البخاري كتاب العتق، باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ قال أنس قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني أنا دفعت لنفسي ودفعت العقيل. وكان علي بن أبي طالب له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل ومن عمه العباس. وقال المصنف: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. أنا آسف صايم، لا قاعد إرساله كما أرسلت الأول، ما فيش رقم، مش موجود. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما. هنا في قوله: وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة يريد، فلم يعتق عليها أخوه عقيل ولا عمه إذ كان مشركا، يعني ذلك أنه إذا أسر أخ الرجل عمه لا يعتق عليه، وإن كان مشركا لا يعتق عليه. هذا تأويل الإمام البخاري. ولا فرق عند مالك بين كونه مشركا أو مسلما، لأنه حكم بين المسلمين والمشركين، فحكم بين المسلم والمشركين فيجري فيه حكم المسلمين. واحتج به احتج بهذا الحديث لقول الشافعي: ان ملك اخاه لا يعتق عليه ان كان مشركا. ومشهور قول مالك انه يعتق عليه، وانفصل عنه بعض الشافعي بان نصيب علي لا يتعين الا بالقسمه. يعني لو قلت ان علي لم يعتق عليه عقيل لانه لم يعرف نصيبه. قال مالك: من سرق من الغنيمة قطع أو زنى يحد، فقيل له فيها نصيب، فقال: كم عسى نصيبه من ذلك. فعل هذا إن قبل الغانمون لا يحد ويعتق ولا يقطع، وقيل الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة، فلذلك لم يعتق عليه. وأما العم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يعتق عليه خلافا لابنه. أما سحنون فقال: إن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه، وإذا أولد الجارية لم يحد للشركة، يعني له سهم، يعني لو وطأها وأولدها له سهم، فلذلك لا يحد، لا يسمى زنا لأنه له نصيب فيها للشركة التي له، فرأى أنه ملك بنفس الغنيمة لا بالتقسيم، كأنه يقول: سهمي موجود فملك بنفس الغنيمة لا بالتقسيم. وأشعب يقول: لا يحد ولا يقطع إن سرق فوق سهمي أقل من 3 دراهم، واختلف على هل يراعى حقه من جميع الغنيمة أو من المسروق خاصة، هو من كل الغنيمة. وقول الأنصار: إذا لنا فلنترك أختنا عباس فداءه. كان العباس جدته من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف فوردت له عبد المطلب وقال: كلبي اسمه أسلم. لكن تعلمون بأنه لما حدث في أسارة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار فقال: أبو بكر أهلنا يكون عضدا ونصيرا لك، فنأخذ منهم الفدة نستعين بها على المشركين، وهم إذا أسلموا كانوا نفعا لك يا رسول الله. فمال إلى ذلك. أما عمر فقال بالقتل، علي قال بالقتل، ولكن يعني قضى الله عدم القتل، ثم حذرهم من أخذ الغنيمة في ذلك ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فبكى بكاء عظيما، وبكوا جميعا أيضا بذلك، يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وبكى معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكاء مريرا. ثم قال لهم: يعني قولوا لي يعني علامة تبكون، فأبكي كما تبكون، وإلا ويبكي أبكي على بكائكم. هذه المحبة الصادقة، أنه يعيش بكل شعوره لأصحابه ومن يحب. أما الذي يدعي المحبة وهو كاذب فيها وهو يسيء أصلا ويريد يعني أن يضر من يحب، هذا ليس بمحب، هذا كذاب أصلا. فإذا لما قال له:
إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، كان عباس جدته مرنة الجعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا لا، منعهم، قال خذوا منه كل درهم. والنبي فعل ذلك لأن العباس كان ظاهره أنه كان مشركا. أحمد أبا رقية رضي الله عنك، أبا رقية أحسن الله لك حبيب، فقال يعني فكان مشركا لأنه كان مشركا، ولذلك عاطف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم أعطاه من المغانم ما جبر به صدعه. وقيل منعهم خشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيء، كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة بن الوليد والوليد، وأمر قرناءهم عليا وحمزة وعبيدة أن يبارزوهم لئلا يبارزهم الأنصار فيصابوا فيقع في نفس بعضهم شيء. سبحان الله. فقام العباس ففدى نفسه وفدى ابن أخيه عقيلا، وهو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال لا تدعون منه درهما، يعني أراد أن يشتد عليهم بالغرم. والبخاري ذكر ذلك لأنه استنبط منه أن العم وابن العب لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهم. أن علي بن أبي طالب لو ملك العباس أو ملك عقيلا لم يعتق عليه، والأنشار قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك ملك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه منها المشركين في ذلك الوقت بنصيبه من الغنيمة ولم يعتق عليه. فهذه فيها دلالة على قول الشافعي أنه لا يعتق عليه، لكن قال مالك يعتق عليه، وصح أنه لا يعتق عليه. لما؟ للشرك، لو كان مسلما كان عتق عليه، لأن العم سلم الأب. وهذا حجة أعلى من قال من السلف إنما الملك ذو رحم محرم أنه يعتق عليه، وقول الكوفيين. وفي حجة الشافعي في قول أنه لا يعتق الأخ على من ملكه، لأن عقيلا كان أخا لعلي بن أبي طالب فلم يعتق عليه بما ملك من نصيبه منه، لكن كما قلت لأنه كان مشركا. وقد اختلف العلماء في من يعتق على الرجل إذا ملكه، فذهب مالك إلى أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله جل وعلا، وهم الولد ذكرا كان أو أنثى. نعم، وولد الولد وإن سفلوا أبوه أجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعده، وإخوته الأبوين أو الأب أو أم. وبه قال الشافعي إلا في الإخوة فإنهم لا يعتقون على ما سلف في الباب. وقال الحنفية من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه، وروى ذلك عن عمر بن مسعود وعطاء الشعبي والحسن الحكم الزهري. حجته ما رواه ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن عمر مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا رواه ابن ماجه والنسائي، ولكن الحديث ضعيف. وروى الحسن عن سمرة مرفوعا، وقد قالوا لم يسمع الحسن هذا الحديث من سمرة، ولكن الكلام فيه نظر أيضا في هذا الباب. وقال ابن المنذر قد تكلم الناس في هذين الحديثين فقالوا لم يروى حديث ابن عمر عن الثوري غير ضمرة، وحديث الحسن عن سمرة وقد تكلم الناس فيهما وليس منهما ثابت. والحجة لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ وأنه يعتق عليه من ملكه، قوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وكما لا يجوز أن يسترق نفسه كذلك لا يجوز أن يسترق أخاه. وحجة الجميع في أنه لا يجوز ملك الأبوين، قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واسترقاقهما أعظم من قول أف، ولا جاد دخلنا في اسم الأباء، ولم يجوز ملك الولد لقول تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا يجوز أن يستعبد الابن الأب بهذا النص. وفي أفراد مسلم من حيث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقلنا بأن هذا إن له أمران في هذا الحديث، أن علي بن أبي طالب يعني كان رضي الله عنه أرضاه له نصيب غير معلوم غير مشاع، مش معلوم نصيبه في عقيل ولا في عمه، والعم سن الأب. والأمر الثاني الذي قاله الشافعي أنه لو كان كافرا لا يعتق عليه، يبقى إذن يعتق عليه إن كان مسلما لأنه لا يسترق الأب، فلا تقل لهما أف ولا تم ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فصحيح هنا نقول أنه يعتق عليه كما قال مالك، لكن إن كان مسلما. الفوائد المستنبطة إثبات النسخ، مسألة
الأسارة. الفائدة الثالثة حل الغنائم، يعني الغنيمة حلال، حل الغنائم. ومع خروج المرأة للعمل كمدرسة أو معلمة قرآن أو لطلب العلم في العدة المضافة عنها زوجها، لا لا يجوز لها أن تخرج إلا أن تكون لا تملك، إلا أن تكون لا تملك، لا تملك قوت يومها وتريد لأولادها، فلها ذلك. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.